شكرا عبد الرضا، اصب عليك بالخير واصب على قاده وعلى هاشم وعلى كل جميع المشاهدين اللي يتابعونا في برنامج صباح الخير. احنا موجودين في مشروع انشاء وانجاز وصيانه طرق وجسور وخدمات اخرى لشارع القاهره والذي يربط بعده مناطق. راح نتكلم اكثر واكثر عن هذا الموضوع معنا المهندس مشاري النصر الله، مهندس مدني اختصاصي بالهيئه العامه للطرق والنقل البري. مهندس صبحك الله بالخير ويعطيك العافيه، واحنا دائما مع المهندسين الكويتيين الله يعطيهم العافيه اللي دائما موجودين في جميع المشاريع. نقول يعطيك العافيه، صبحك الله بالخير. صبحك الله بالنور والله يعطيكم العافيه، احنا تحت امركم. مهندس، احنا دائما اود نتكلم عن هذا المشروع، الحديث عن هذا المشروع، مشروع ما شاء الله من المشاريع الكبيره يربط بين عده مناطق، حتى ودنا نتكلم ونشرح على اللوحه اللي موجوده. حاضرين ان شاء الله. ايه احنا المشروع هاطا العقد هاطا 200 تطوير شارع القاهره حاليا. تبي نشرح على البور؟ نعم نشرح على البور دحين، خلينا نتكلم على البور. حاليا موجودين بالمنطقه هذه الاعمال حفر النفق رقم 2، والمشروع عباره عن 3 انفاق. يبدي تطوير شارع القاهره من دوار عبد الله السالم اللي جاي من السالميه، يروح للدائر الاول ويطوف على حولي والشعب والدعيه المنصورية والدسمة. عندنا 5 جسور، وواحدة من الجسور هذا الالتفاف العلوي اللي ياخذك من السالمية للأحمدي، والنفق الأول اللي هو تحت شارع الاستقلال، والنفق الثاني اللي هو أطول نفق تحت الدائر الثالث، والنفق الثالث عند الدائر الثاني. نعم مهندس، بما احنا موجودين في هذا المشروع، احنا الحين موجودين عندنا نفق، الحين كاميرتنا قاعد تاخذ هذا النفق، خلينا نتكلم عن هذا النفق كذلك. من اي ناحيه؟ من الاعمال، من ناحيه المشروع نتكلم عن هذا النفق، وخلينا نشوف هذا النفق اللي احنا موجودين فيه، طوله، عرض هذا النفق، امتداده. هو طبعا هو ثاني اطول نفق، تقريبا عرضه هو 3 حارات رايح وراد، فتقدر تقول تقريبا 20 متر العرض. والطول اجمالي الطول 3 كيلوين و300 متر تقريبا. ممتاز مهندس، ممتاز مهندس. هذا المشروع يربط بين عده مناطق ما شاء الله موجوده، خاصه يعني احنا الان على خلفنا الشعب، امامنا حولي، القادسيه، الدعيه، ما شاء الله يربط مع عده مناطق. هو على اساس يربط المحافظتين الحولي والعاصمه طبعا، فعندك مثل ما قلت السالميه والشعب وحولي والدعيه والقادسية والدسمة والمنصورية. فالهدف الأساسي من المشروع أنه يصير طريق حر من السالمية للدائر الأول اللي يربطك بالعاصمة، ما في ولا إشارة. نعم. تحت لو نتكلم عن، شوف عندكم هنا بالصورة مهندس النفق رقم 1 جسر الالتفاف العلوي، خلينا نتكلم عن يعني الجسر راح يكون عقب ما يخلص راح يكون بهذه الصورة. أي نعم. هو شفت هذا النفق الاول وفوقه طبعا هذا الجسر، اول جسر. نعم. اللي من شارع بيروت للاستقلال تحت هني، وهذا الالتفافي، والجسر الالتفافي العلوي هني مبين عندك اللي هو هذا هني يوديك من السالميه للاحمدي، والنفق الثاني. نعم. وهم بعد فوقه الجسر اللي يوديك من الثالث من منطقة القادسية للدعية اللي هو الصورة هاي اللي فوق. اي اي نعم. والنفق الثالث اللي يوديك طبعا من المنصورية للدسمة، يربط بين المنطقتين. لو نتكلم مهندس عن نسبة الإنجاز في هذا المشروع، مثلا نشوف ايش كثر نسبة الإنجاز المشروع، ما شاء الله المشاريع الكبيرة، نسبة الإنجاز حاليا. هو المشروع بدا بشهر 1 2019، مده المشروع 3 سنوات، وحاليا 10.6% تقريبا، 11%. ما شاء الله. لو نتكلم عن تعامل المواطنين يعني في هذا المشروع اللي عنده ارتداد على هذا المشروع، شلون طريقه تعامل المواطنين؟ هو الصراحه ما قصروا، ونحب نشكرهم وعلى تعاونهم طبعا على ازالات الحدائق ومن هالناحيه، ونشكر طبعا الجهات بعد الحكوميه اللي تعاونت ويانا. ويعطيكم العافيه. احنا نقول الله يعطيك العافيه مهندس، عساك على القوه. المهندس مشاري النصر الله، مهندس مدني اختصاصي بالهيئه العامه للطرق والنقل البري. احنا راح نكون معاكم ان شاء الله اولا باول. احنا اليوم
اول مره راح نكون معك في هذا المشروع، لكن احنا بين فتره فتره راح نمر عليكم وراح نتابع هذا المشروع، راح نشوف شو الانجازات اللي راح ان شاء الله تكون في هذا المشروع. يعطيك العافيه مهندس مشاري، ونشكر كذلك الهيئه العامه للطرق والنقل البري على وجود اسره برنامج صباح الخير في هذه المشاريع اللي دائما تخدم المواطن والمقيم. نرجع لزملائنا في الاستديو لتكمله فقرات برنامج صباح الخير. لكم الهواء، تفضلوا.